جت زر يلا تمشي فوق. جدة خلي الله يبدأ يمشي هذول. جدة عصر الله يبدأ خليه يوصل يا طب لبي جدة الليلة الله يبدأ بتاع الدك بس الله يبدأ بتاع الجغن بس طريب زي الطريب. جدة يا زول جد خلينا نبدا نمشي. ودي ده يدور بس شير الله يفضل ضعيف شير جد خلينا الله يبدا يمشي. مساء الخير على الجميع، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ناس تعمل شير بقدر ما تقدر، ان احنا بنرفع اللايف ده في النهايه بالشاحت. انا متاكد، انا واثق تماما انه الصوت هيوصل. دي ما دير اثنين يتغالطوا، ونحن تحياتنا. الناس تعمل لنا شير بقدر ما تقدر. اللايف ما زي نقاط المطر، فالناس تعمل لنا شير يا جماعه. شيروا. الناس تعمل شير بقدر ما تقدر، فشيروا لنا يا جماعه. اللايف ضعيف لكن بيمشي يا زول، بيمشي يا زول. تحياتنا. ناس عامل لنا شير بقدر ما تقدر. صورتك من نصور من مسارك من نصور من تكلمو تنوريمو أبي من نصور من أهدي من نصور من تكلمو من نصور من طيب الله يبدأ نشيره في الصفحة، بعد ذلك بمشي وأنا متأكد بوصل. أول حاجة مساء الخير مجددا، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. قبل ساعة ولا ساعة ونص أنا طلعت من لايف، لكن اللي جيت جايين كويه طالع لايف وحنان الحشرة المنتشرة عندها برضو أسلوب وسخ جدا، ودا أنا طبعا بحسبه للناس اللي يوبيف وأرقضوا عشان ما تموتوا. طيب الآن استلم دارفور على بكرة أبي وسلموا دارفور بالكمال والتمام الحركات المسلحة الوسخة وعلى رأس مبدأ الواحد الكلب النتن الخاين العميل بتاع الجنجويد والعميل بتاع الكاردينار. لازم تعرفوا انه الكاردينار والجنجويتي الدكتور الجنجويتي اجا قابل عبد الواحد هنا في باريس كويس، وليد ما يجيبه القابل هنا. ديل كلهم قيادات دارفورية وسخة جزم رمم ما عندهم علاقة بالارض ذاته. ده نقطة مهمة جدا. طيب
اول حاجه شوف يا جايونكو، هي ده رساله اليك ولازم اوصل لك الرساله ده في حلقومك. انا ما انا ذاتي لما اجي اتكلم في زول ما بركز فيه لايف كامل، بتخارج طوالي بقول لك نمشي قدام. لو ملاحظين اللايفات حقي بقول لك يا اخي نمشي قدام في الموضوع، لكن كونك تجيب جمهور وبالذات الشماليين تجيبه وتفتح لايف بيانا يا اخي والله دي ار. يا اخي اول حاجه انت ما بتعرفون اكثر مني انا، واذا نبذوك نبذوني انا، ولو نبذوني انا نبذوك انت، اذا نبذوك انت معناته نبذوني انا، ولو نبذوني انا معناته نبذوك انت. اول حاجه افهم ده نقطه يا جايوك يا قطه في حلقومك، وشوف محل ستياناتك على وين. امشي بس انا بجيبك هنا فيديو، امشي شوف شغلتك وين، دي شغله بتاعت رجال يا زول انت ما قادرها. طبعا اثنين الشماليين الان انت دخلتهم في لايف، دكتور فلان واستاذ فلان وبطيخ فلان وطماطم فلان، دي الاول حاجه ناس كذابين ومنافقين بدليل. انا بكرر وبكرر كلامي ده، المراه الشماليه قسما بالله ما اشرف من المراه الدارفوريه والنوباويه، لا يمكن لا يمكن تكون اشرف من المراه الدارفوريه والنوباويه. ده لازم تحطه في ميتين ابو اهلك، ده نقطه مهمه جدا. ولا الطفل الشمالي اشرف من الطفل الموجود في جبال النوبه والنيل الازرق ودارفور، نقطه مهمه جدا خليها في ميتين ابو اهلك. وبعدين الناس دي ناس هربويات. زمان انا كنت واقف معاهم، شوف اللايف ده كان كم الف بيجوا، وانا طبعا ما محتاج انه جمهور يجي ولا ما يجي كده، انا نظامي دق لانه انا زول مستقل، ما بطق بدقك بفجغك الليله شفتها تشوف الكلام ده كويس معك، بكره بفجغك ماشي غلط بفجغك بشوتك كويس. كان هو ذاته لما قاعد يلبس هدوم بتاع النسوان كان قاعد ينبذوا كيف. الليله جا طلع لايف طبعا دائما طبعا هو جايين كويس ذاته يو بي اف يعني على فكره يعني برنامجه ذاته كله بتاع يو بي اف، حس يخلي الحريم ده يبرد طوالي برجع لوسخته وعفانته ذاك تمام، نفس الوسخ اللي جبت شغال فيه هذا اجيبه لكم هنا لايف مباشر. فانا الليله بنجمك لسه انا جايك الليله اللايف ده بتاع بلبس بشوته وبمشي قدام. انا ما زول بفتح لايف كامل كده، لا بشوتك وبمشي قدام طوالي، ما بشتغل بيك ما بفتح لايف كامل كده، لايف كامل كده حقك انت مستحيل يا اخي ما اقوله يا اخي. يلا امشي شوف افنك وسخ البيت بشوف. وقريت حاجه مريبه قوي قوي وبعلي البعشوم قال يتكلم يا خليلك يا حنيت الميت. انا قبل شويه مشيت في صفحه البعشوم. يلا امشي يا كلجة انت يا انت زول كلجة يا امشي محل كلجتك على وين يا زول امشي شوف. احنا لما كنا ثابتين ورجال وولاد رجال وتحياتنا لامهاتنا الولدونا خلونا رجال واقفين وكدك انت هذا ده شغلك وحترجع لشغلك ده. كان الشماليين بينبذوك لما انت كنت قاعد تلبس هدوم النسوان والنساء والستيانات، بالله في راجل وولاد رجال لو راجل وولاد رجال هو يسمي الشاب يسمي، ما في حاجه اسمها اماري، في حاجه اسمها صعود، ما فيها اماري تنبات صعود. نشمل الاشياء زول ده لوطي، تعرفوا لوطي؟ لوطي لانه لا يمكن زول سوي وراجل ود رجال وبيتزوج وبيحترم المراه بخطه في راسها بيكون بالطريقه دي، ده شغلك ارجع لشغلك. لكن انا ده ما الموضوع ده ما المهم، المهم انه الشماليين القاعدين يجوك في اللايف وعشان دارين يعكس الصوره كده وبتاعوا انك انت كويس وقدام يا بابا، الناس دي كانوا قاعدين معي انا في اللايف، كانوا قاعدين معايا فتره دعمت الجيش. الجيش ده انا حنسته تحنيس الا البرهان والكباشي وياسر قطا بس ما يتكلموا معي، ما في زول عسكري ما يتكلم معي. 57 يوم جايك يا حنان 57 يوم لما نجينا حرقه وكتم وزالنجه، انت لما تتكلم في دارفور في زول يا جماعه وبيته وسخان بمشي بنظف بيت جيرانه؟ ده بيت جيرانك يا زول. الام واريانه ما بقسم ابوه، لو زول ما عنده خير في اهله ما يكون عنده خير في الناس، خلي التطبيل يا زول. نحن لما جينا قلنا دايرين نغفر للجيش ده، دايرين نغفر له وبالذات للبرهان، ادينا سلاح رفض. جيبوا الطيران بكينا بيدمونا، الطيران ده كان بيساعدنا كلنا في دارفور. رفضوا. جيبوا طيب دبابات رفضوا، جيبوا مدفعيه رفضوا، جيبوا التاتشرات رفضوا، ادونا سلاح ذخيره نحن نحارب به ورفضوا. ها؟ تطب الليمونو انت يا زول جيت يا زول شوف مراكب ريدك وين يا زول. اما الوليد عجبنا ده احنا قلناه عشان هو نوباوي عشان يكون مهايد بين كل الناس دي،
والجنجبيتي اوريدي كده بيفوت. فاشوف شغلتك على وين يا زول، شوف محل ستيانتك وشوف محل هدوم النسوان على وين يا زول. شمالين طبعا طوال وضبط. فزول ذاته لما يفتح لايف ويتكلم يمسك فيديو كامل بس بتاع، انا اللايف ده ما بختمه بيك انت، بمشي قدام طوالي ما بشتغل بيك، بس ده ولا لايف بس انا لايف كامل. واجي والله انا اول حاجه انا ما قلتها، انا قلت لو الجنجويد طبعا اتكلم في موضوع بتاع الانفصال طبعا حارقهم حرقه شديد نازيه بيفجت حارقهم طبعا، ولا على كيفك ده. انا قلت اذا كان البلد ده يستلم الجنجويد هننفصل طبعا زي جنوب السلطان، لكن انا ما انا ما الناطق الرسمي باسم دارندوكا، لازم تفهم الكلام ده. فيه سلطان وفيه جمهور، فيه ناس، فيه بشر. انا ولا اطفرهم ما بجي. انا اتناولت القضيه لما الناس يو بي اف استنكروا دارندوكا، وضحت للشعب السوداني وقلت لهم خشوا جوجل. بس انا ما بغرر، انا ما بغرر، اسمع الكلام ده كويس يا جايينكم، انا ما بغرر. في سلطان سلطنة دار أندوكا، وسلطنة دار أندوكا أفريقيا دي كلها سلطنات سقطت إلا سلطنة دار أندوكا. أفريقيا كلها المستعمر دق السلطنات حقها. لازم الكلام ده يوصل لك ويوصل ليو بي اف في ميتين أبو أهله هناك. عرفت كلامي يهودي؟ مكتوبة شنو دي؟ مكتوبة شنو؟ أقرأ الكلام ده يا زول، ده دخولك في الجنينة. مكتوبة شنو؟ مكتوبة شنو يا أروه أمك؟ وبعدين شوف سلطنة دار مساليد ده، مدينة الجنينة دار أندوكا ترحب بكم. ده اليافتة دي بتمثل كل القبائل الموجودة هناك، على رأسهم قبائل بتاع جبل مونو. عرفت كلامي؟ فدي اليافتة دي بتمثلهم، والسلطان ده بتمثلهم كل الناس اللي قاعدين هناك ورقاتهم، ودي عاصمتهم هم. فالكلام ده احنا ما جبنا من فراغ يا حبوب يا روح أمك. بعدين انت مختصب وانا مختصب، انت ميتين ابو اهلك طالع وانا ميتين ابو اهلك، وما في زول كوش من دولة 56 انا جايكم في حياة جايكي كويس، دولة 56 ودولة الشمالين يجي يجرنا للكلام ده. انا بتكلم والله لو اتكلمت 50 يعني نص ساعة كثير طوال من خارج من الموضوع ده، لكن بس داير اوريك، بس داير اوريك انه الناس دي ما كانوا، انا لما سايق خط الجيش ما كانوا معي اي قدام يا راكس وتسلم يا بطل. حسد انا اتحداك يا جوينكو ايه، قول لي انتوا دوله 56 وقبل شوي انا تابعت اللايف، لكن اول اللايف انت اتكلمت فيني انا ما كنت حاضر، بس جيت محل الدكتور شفته يتكلم ده وتيه كده بتاع، فس الناس اللي استضفتهم بس انا حضرت اللايف. فحبوب انت شمالين ما فاهمهم اكثر مني انا، ولا بتعرفهم اكثر مني انا، تمام؟ ما بتعرفهم اكثر مني انا يا زلمه، ولا انت لفيت السودان اكثر مني انا هدك، تمام؟ فكانوا بيطبلوا لي انا قدام يا راكس تسلم يا بطل كسله واق واق واق. لما ضربنا البرهان بس قلنا له يا قاتل يا قذر يا مجرم، دمرت الجنينه ودمرت دارفور وسلمته للجنجويد، اوه شمالين نطوا ركبتم بها حبوبتهم. نفس الكلام ده انت قول لهم دوله 56، وتاني كرر الكلام اللي قبل قلته، قول لهم يا اخي الصفوه والاحزاب الكرتونيه كويس والديل القتله، قول لهم بس الكلام ده معناته ما بيقبل. بجوك بطرق ملتهبه بيقول لك احنا ما واقفين مع البرهان، واقفين مع الجيش، الجيش ده كله فيه قفل، الضباط ده كله فيه قفل. حبيبنا الله يرضى عليك البلد مقبل لحرب اهليه. اكرر لك ثاني الموضوع، انا ولا بسوي ظفر بالنسبه لدارندوكا واهل دارندوكا، ظفر شفته ما بسوي. السلطنه دي فيها سلطان عديل، السلطان ده هو زنو ذكر لك الكلام ده واتكلمنا لك، وخش جوجل داير يفصل الليله من حقه في اتفاقيه 100 سنه، وال100 سنه اكلناها وتمت، دايرين نمشي احنا حرين. انت منو يا زول؟ وما انا البغرر، احنا دايرين نمشي خلاص. ما بقبل البرهان ده يسلم لي البلد واهلي يكونوا مشردين وقاعدين في معسكرات نزوه ولا جوه. بعدين اتكلم مع الناس الخيط العلم، يوم انا خطيت علم هنا في ظهري بتاع دارندوكا الجديد ده، ولا خطيته في صفحتي؟ ما خطيته، لانه انا دول مستقل وقومي. فاما الناس الخاطين الالم ده نمشي ناقشهم هناك، مش نتكلم معهم. بعدين زي ما قال اخواننا في كردفان، تلبلبكم اللحمه في لب العيش بجيب لكم وراه مع ضباط. حبيبنا تطبطبك وطبلتك وصفيقك للشمالين ده بعد شويه بركبوك. انا كنت واضح، ارجع للايفات القديمه، اي زول قال لي هذا انا بركبوك. أنا ما بطبل لزول يا زول،
انا الجيش ده اخفر له بس في هيت وانا دايره كان وانا واضح في طرحي. وتاني بكرره انا كان امنياتي انه يندق ما قدامي سري تمام. فدقيقة انا جايك في الليل دقيقة انا جايك في الليل جاي 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 في الليل يا هدى غرب دارفور يتبعوها تقال الكلام ده ونسى لانكم ما بتعرفوا السودان. والان ظهروا لنا معهم ناس تانيين اللي هم الناس اللي بينادوا بدولة البحر والنهر. الان حيطلع خطاب الفترة الجاية انه يا اخي البلد كله جاي بدارفور. اتذكروا كلامي ده مع الزعل مع الغبين انتوا حتصدقوا انه البلد جاب دارفور، لكن ما حد استوعب انه البلد جابوا الكيزان ما جابوا دارفور. حتنسوا جاب البلملو وحتنسوا اسس الدعم السريع منه وحتنسوا الكلام ده كله وحيرنعوكم انه البلد كله جابوا دارفور. وحيخلوا القوات تنسحب بسلاح تمشي دارفور. عشان تعمل شنو؟ عشان تاني ما عندهم شغل يبيدوا دارفور، دارفور دي ولعتوها انتوا. دارفور اتصبوا الحرائر انتوا. دارفور قتلتوا الناس انتوا. دارفور سلحتوا الجنجويد انتوا. دارفور الان دارنا تدفع دم الحرب الخرطوم. لا ما تدفعوا. لا ما تدفعوا دارفور كله كله. ولا حنسكت على المخطط ده. في جزء من المخطط انه في النهايه والله لو غلبتنا نديهم الدارين في دارفور وفرنسا تتدخل لصالح حل الازمه مقابل انه يدوها منطقه غرب دارفور يتبعوها. تقال الكلام ده ونسى؟ لانكم ما بتعرفوا السودان. لانكم ما بتعرفوا السياسه كلكم. لأنكم كلكم من رئيس الجمهورية بتاعكم لأصغر رئيس حزب مش للناس المدسين ولا الستارات بيتكلموا ذلك ولا رئيس الجمهورية ما عارفين الجنينة دي تابعة للسودان بموجب اتفاقية زيها وزي تبعية مناطق بريشنغول لأثيوبيا باتفاقية في نفس العام في نفس العام. إشكالات الحدود حقتكم دي أصبع النقطة دي تدخل لصالح حل الأزمة مقابل إنه يدوها منطقة غرب دارفور يتبعوها. تقال الكلام ده ونسى؟ لأنكم ما بتعرفوا السودان. لأنكم ما بتعرفوا السياسة كلكم. لأنكم كلكم من رئيس الجمهورية بتاعكم لأصغر رئيس حزب مش للناس المدسين ولا الستارات بيتكلموا ذلك ولا رئيس الجمهورية ما عارفين الجنينة دي تابعة للسودان بموجب اتفاقية زيها وزي تبعية مناطق بريشنغول لأثيوبيا باتفاقية في نفس العام في نفس العام. بس ده والبشير يتكلم فيه البشير الحالي ده يتكلم فيه وامشي ارجع جوجل واخش المتحف بتاع فرنسا واكتب شفت المعركه بتاع جولاني اتفاقيه بتاع جولاني اكتب فحبوب حبيبنا الله يرضى. ما انا انت امشي تتكلم مع سلطان انا منو انا منو امشي تتكلم معه هنا نحن حبوب الله يرضى عليك دي السلطنه الوحيد في افريقيا كلها ما سقطت ما في ثاني سلطنه جيب لي قول لي سلطان فلان ما سقط السلطنه دي الوحيده القاعدة في حلقوم أي مستعمر ذات ما سقطت. نحن طالما البرهان داري يسلم الدولة الدارفور دي كلها داري يسلمها كده على بكرة أبيه حبيب ما بنخليه ما بنخليه ما بنخليه. دارفور انضمت للسودان 1916 بعد قتل السلطان. دار أندوكا انضمت باتفاقية اسمها اتفاقية جولاني جولاني ما جيلاني جولاني انضمت للسودان 1922 1919 تم اتفاقية جولاني. قاعد يهودات في بريطانيا وقاعد في المتحف الفرنسي واي حاجة امشي شوفوا يا زول نحن ما بنسلم الوطن ده للجنجويد لازم تفهمه وتطب لك زي ما قالوا نرجع تاني زي ما قالوا اهلنا في كردفان تلبلبكم اللحمة في البلايش بيجيبوا لكم وراهم مع الضباط فقلة ادبكم ده هذا بيجيب لكم غلل شويه كده ها ده واحد. اثنين كونك تطبل للشمالين يا حبه حبوب الله يرضى عليك حبوب انت وقت انت بتعرفه انت بتعرف اللهوين والاداب والاشاب والشكريه تعرف الجعليه والشوائق والضناغله وكده تعرف ال تعرف المحس والسكوت والحرفاوين وكده بتاع وين انت بتعرف شنو الشماليين انت بتعرف شنو انت مشيت هناك هتعرفون يا اخي واحد بس شال بقية فات من من دارفور للخرطوم. الخرطوم بيت بتاع العزابة فيه 500 عزابي وجادين فرشة في الواطة وأي دول خاطره ومخدة ونايم في الواطة. ده السودان. السودان انت لو ما مشيت زاته القضارف ومشيت كسلة ومشيت برصدان وبيخدم برصدان 162 كيلو ولفيت الضواحي بتاع الدارفورين القاعدين في صعيد القضارف ولفيت الجزيرة وضواحي الخرطوم وضواحي الجزيرة ومشيت جنوب السودان ولفيت جنوب السودان ولفيت شرقه ما انت حبوب الله يرضى عليك فما تجي تطبل ساكت يا جايينكو يا
انت امشي شوف محل الستيانة حقك على وين وبعد احترام الكامل لاخواتي يا زول. ده يا زول نجيبه لك هنا نجغمه لك نجغمه لسه. انا جايك يا حنان والله الليلة جغم جلد بس جلد للفارات المطبلاتية دي. امشي يا زول وقريت حاجة. امشي يا زول امشي يا خليلك يا حنتي الميت. انا قبل شوية مشيت في صفحة البعشو وقريت حاجة مريبة قوي. سألك الله امشي يا اخي. والله يا جماعة ما في حاجة اسمه مثلي نشمل عشان بمثل ده لوطي لوطي. تعرفوا لوطي؟ ما في حاجة اسمه مثلي ما في حاجة اسمه مثلي ما في حاجة اسمه صعود اماري صعود. ما في حاجة اسمه نسمي الاشياء بمثل ده لوطي. يعني يا شمالين الليلة اللوطي ده بعد احترامي للناس لكن ده يا حبيبنا الله يرضى عليك ده مكتوب في القرآن. انت بتخجل منه؟ قوم لوط قوم لوط كان يعطون الرجال شهوة دون النساء مكتوبة في القرآن. انت بتخجل منها؟ ده قوم لوط يا زول ده لوطي. انتوا يا شمالين زمان كنت بتنبذوا في اللوطي ده. الليلة عشان احمد كسر قال لا يغير وليد عجبنا ويجي اي زول اي رقعة جغرافية يدوه 50% وحاولات جزء من أبان كروش من أبناء الشمال السفلة أدمروا دارفور وكتالونا هم جابوا الجنجويل وهم الفصلوا جنوب السودان وهم الكتلوا بتاع. الليلة ماشيين للوطي تقولوا في لايفو إنه دارين تجيوا تقولوا ينصفكم يعني ينصفكم. أنا ما كنت جيب لي الفيديو جيب الفيديو اللي أنا كنت فيه. أنا ذاتي بس ويشنو في دار المدوك عشان أنا أقول أنفصل. أمشي شوفوا الناس الخيط والعلم ها؟ حسن ازيو بيفضل برضو بمخيتين علم. العلم ده داري يفرضوا على منو مثلا؟ والله خلاص عندهم رقعة جغرافية يا جماعة برضو بقى عندهم حق يا جماعة ممكن داري يفصلوا بلدهم هناك. نحن برضو عندهم الحرية المطلقة ما معروف يمكن داري يفصلوا من جبل مرة بتاع المناطق التابعين ده حقهم ده حكورتهم يا دول ده حكورة حقتهم عديد ملك. اي دول الداجو عندهم حكورة الفور عندهم حكورة الزغاو عندهم حكورة الترجم عندهم حكورة وكده وانت ماشي صح؟ يمكن اي دول عبد الواحد فكر لهم قال لهم يا جماعه عشان كده متفق مع الجنجويد ان انا ده بتاع بعدين ايوه سلطنه الداجو بتاع لا لا هي سقطت لكن موجوده يعني قاعده. يعني ما في سلطنه في افريقيا كلها ثابته وقاعده ليه تاريخ الليله الا سلطنه ده عندك دي ما دار اثنين اتخرج يا جماعه. اما الحشره المنتشره الدموريه من والله جد بالله شو الشمالين داري سلقوا كيف ها زيد قام فاطر اللوطي لوط يا جماعه لوطي ما في زول ما هو حبيبنا في القران. انت مسلم المسلمين تعالوا لي قريب ده في القران مكتوب لوطي قوم لوط قوم لوط كان يأتون الرجال شهوه دون النساء شاكرا يا زول. فما في واحد لوطي يمثلنا نحن زول هاي شوف مراكب رادك وين يا زول. بعدين والله شوالين المستقبلين استقبال عجيب جدا يا زول. احنا فاهمكم يا دول وعاجينكم وخابسكم يا دول الله يرضى عليكم. انا لا 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 سقطوا ما في سلطنه ما سقطت ولا سلطنه سقطت كلها. يعني ممكن تسقط حسي لكن بعد كم زمن طوالي بقوموا شنو بقوموا بيسووا سلطان في المعارك كده يعني مثلا مع الانجليز مع الفرنسيين ما سقطوا كويس ما سقط. ففي افريقيا كله فارجع للتاريخ ممكن انت يجي الاستعمار وبعد الاستعمار يطلع بعد ذاك انت بقى عندك سلطنه ثاني ممكن تسوي السلطنه ثاني تجيب سلطان تعمله. لا لا سقطت ما في يا زول ما في ارجع للتاريخ ما في يا زول كويس والله جد انا قلت عليكم تاخ ما حشره زي ده ما بمثلنا يا جماعه على فكره يا جماعه. فانتوا كنت والله شمالين مستهبلين وناس قبطه جدا يا زول حسي فاتوا في اللايف حقه كان زمان قاعدين يلبسوا. بعدين انا ذاتي قلت لك ما بمثل حاجه يا زول ما بمثل حاجه في دار اندوكا ما بمثل حاجه انا. ده السلطان امشي اتكلم معه السلطان ده ممكن الليله ده يقرر يقول لك احنا دارنا ننفصل مع السلامه امشي اتكلم معه كلام فارغ ساكت يا زول مش يا زول انياو ده اللوطي ده داري يتكلم معانا يا زول سمي الأشابي بسماها يا جماعة ما في فضيحة دي مكتوبة كده في القرآن انت لو خجلان من دينك ده خليه. طيب نشوف المرة دي قالت شنو. ما في حاجة اسمه دار مثلاً انت اساسا ما عندك حاجة اسمه دار ما عندك اساسا انت تشادي انت في بلدك انت تشادية انت تشادية اساسا ما عندك
شايف دي حنان شايفينها؟ ما في حقيقة، ما في 51 يوم الحرب في داخل دارفور بدأ من 2003 متدور الحرب في داخل دارفور وتمت من 2003 انه موجود خرب نار عقل وسالم فالدار احنا ما بنعترف بحاجة اسمه 51 ولا 52 دار مسالم ده بنقسمه ما في حاجة اسمه دار مسالم انت اساسا ما عندك حاجة اسمه دار ما عندك اساسا انت تشادي انت في بلدك انت تشادية شايف اول حاجة انا زيو بيف انا بركبكم كتل ليلة قرباو عدلة اول حاجة انا زيو بيف وساختكم وندالتكم والوسخ حقكم لانه فاشلين لانه فشلتوا فكيتوا الحشرة اللي اسمها حنان دي القاعدة ما اعرف استويت ولا وين فكيتوها ديجيتر تنكر سلطن اكتب دار مساليد يا زول اكتب دار مساليد انا بعدين برفع في الصفة الحشرة المنتشرة انا ما ردمت يوم ذاك كلمت معاه كده بس بطريقه اردموا اركبوا لي في التيك توك درما انا فعلينا والله العظيم ده اقول لك حاجه اول حاجه حلي نفسك انت من الجنجويد وزاته ما في سبب يخليك تجي هنا يا حنان طبعا الجنجويد على الجروه والجلابه مبسوطين بانه انا ما والله ليه الاول مره اقول جلابه الشماليين مبسوطين جدا بانه قاعد تحاتروا بتاع حبيبنا دي دار مزاليد يا زول عرفت كلامي اي زول مقتنع بها يا زول كويس قال يا اخي انت تشعديه وما عندك دار وبتاع بعدين صاروخ شماشيه انا زيو بيف قمت لقلت ادبكم لانه فشلت طبعا صح اكتب دار مساليد يا زول كويس دار اندوكه اكتب يا زول شفتها قبل اليوم قامت نطت قالت يا اخي الزغاوه والمساليد انتوا ما عندكم مطهنه نفس الكلام ده قلنا خلاص الناس قاموا غفر لها وبتاع عشان قلنا ما نصرف القضايا لانه عندنا مشاكل ثانيه طوالي جات نطت ثاني هسه في التيك توك اخذنا واحده اتدخلت معاه وقالت بتاع نفس الوساخه دي اول حاجه عبد الواحد حقك ده راكبينه الجنجويد عديل لازم تعرفي الكلام ده ده عبد الواحد زولك طبعا يو بي اف صح كويس راكبينه عديل الجنجويد وما عنده اي وجود ذاته انت حسي عليك دينك هسه انت يعني زول الليله لو كان هو يعني منتصر زي الحركه الشعبيه معلش عبد الواحد خلى دارفور كله فات للحركه الشعبيه لرحمه النوبه يا اخي النوبه انا اشكركم جدا يا اخي تحياتنا للنوبه يا اخي البونه ما ادراك البونه يا اخي انا البونه دي الرجال عشان كده اتزوجنا منهم يا اخي قلت له ايش تطلب حمايه من البونه ايش تطلب حمايه من النوبه يا اخي لك لما تخلونا مع الجنجويد وما نصارى مع الجزء من ابناء الشمال رفضوا انه نغير البرهان دوله 56 ده انا جايك حياه برضه جايك بالليل شوف الحشرة المنتشرة دي قال شنانك دينك ها؟ ما في حديد ما في 51 يوم ولا في حد ما في 51 يوم ما في 51 يوم الحرب في داخل دارفور بدأ من 2003 متدور الحرب في داخل دارفور وتمت من 2003 انه موجود خرب نار عقل وسالم فالدار احنا ما بنعترف بحاجة اسمه 51 ولا 52 نقسم دار مساليد ده بنقسمه ما في حاجة اسمه دار مساليد انت اساسا ما عندك حاجة اسمه دار ما عندك اساسا انت تشادي انت في بلدك انت تشادية اول الحشره المنتشره الدموريه من العشر اول راكب فيها الجنجويتي يا جماعه هوي هاي هوي 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 شوف انت ما في ليبيا يا جماعه انا دارك طازره يا جماعه هوي اي زول ركب سماعه يا زول اي زول انا انت عارف اني براكم زول افلاطون يا زول اي زول شفت انت قاعد تحضر مع نسوانك بتاع الله هوي اكبر ركب سماعه يا زول انا دارك طافيه زلط يا زول لانه الشغل ده ما في ليبيا يا زول يعني احنا ما ممكن نسلم بلدنا للجنجويت واحده تافهه زي دي تعبير لليو بي اف انا داير اركب اليو بي اف يا جماعه هوي ركب سماعتك زي ما قال ابو رهف ركب سماعتك يا زول هوي لانه انا بركب عليك هسي اول حاجه يا حنان يا تافهه يا جزمه يا رمه انت راكب فيك الجنجويتي انت راكب فيك الجنجويتي في 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 استويت ولا في النرويج متزوجه جنجويتي الجنجويتي الكتل امك الكتل ابوك راكب فيك الجنجويتي هسي يا كلب يا وسخه ها الجنجويت راكب فيك حسي بدل الناس تتهد تكون في كتله واحده تطلب جنجويت مشيت تترقدوا في للجنجويت يا يو بي اف يا كلاب انتوا فاكلين حشره زي ده وانتوا برضه قاعدين تساندوها في البرنامج قاعدين تساندوا للحشره المنتشره اللي اسمها دي هي جنجويت الرسا وراكبها حسي يعني الجنجويت مختصب احنا ومختصبك انت برضه ده ما ايرس نحن ما بنختلي بايرس بتاع الجنجويت نهائي ايرس بتاع مختصبك الجنجويتي مختصب امك ومختصب ابوك ومختصبك حتى في السويد ولا قاعده في النرويج مختصبك عديل جنجويتي ما عنده دين جنجويتي ما بعرف الله يزوجك كيف يزوجك بياتو الدين انت اذا مسلم الجنجويتي ما عنده دين زوجك كيف ده اختصار انت الان مختصبه راكبه للجنجويتي راكب حبوبتك وراكبك انت حتى في السويد شوف الحشره المنتشره دي اوه يا جماعه هوي الله يرضى عليكم انا ده اقطع ظهرك هوي ما تجي بعدين تقول لي انا كده ولا هو انا ما سياسي
انا ما سياسي ولا بعرف حاجه اسمه سياسه. انا زول ناشط حقوقي يا زول، بركب اي زول من طرف، ما بلعب يا زول في الموضوع ده. اكتب دارندوك لاي وهم ولا اي يو بي اف يا كلب، انت ما بتقدر يا زول، انت وسخ ولا شنو يا زول؟ بدك تفكر لنا الحشره دي المختصبه الجنجويت الراكب فيها الجنجويت القاده في السويد ولا في النرويج، عاش وسخه معاك يا زول. شوف التافه دي، انتوا ناس يو بي اف دل، انتوا جبتوا الجنجويت، انتوا رقدتوا للجنجويت، انتوا خليتوا اهلكم فريزة قاعدين في المعسكرات النزوه ولا جوا الجنجويت يركبوا فيهم ليل ونهار. دي جات من المعسكرات راكبه حس الجنجويت هنا مختصبه قاعده في السويد ولا النرويج ما اعرف، دار مساليد في ميتين ابو اهلي. انت وسخه ولا شنو؟ دار مساليد لاي جلاب زار، دار مساليد لاي جنجويت زار. بلا شو الحشره دي؟ مختصبة قدير راكبك جنجويت، راكب الليلة مختصب أمك ومختصبك أنت في السويد. ما في جنجويت ده، نحن ما قادرين نزوج اليوم جنجويت، ما أنتو دين الزواج كيف يعني؟ الزواج بياتو دين. أكتب يا دول، أكتب دار مساليد دار أندوك يا دول، أكتب أكتب يا دول، أكتب مليون مرة، أنت خسران حاجة؟ أكتب يا دول، أكتب يا دول، أنا برفع الكلام ده في الصفحة ده، أكتب يا دول، تحياتنا ل ل ل ل ل ل ل هنا. اكتب يا دول، اكتب اعمل سكرين شوت هنا وارفع في الكلام ده، ارفع في صفحتك. اي يا دول من دارندوكا، ما بالضروره تكون مسلاتي، دارندوكا حقتك بتمثلك، ناس جبل مون، ضواحي جبل مون، ناس سربا، ناس سليا، اقطع سكرين شوت من هنا وارفع في صفحتك طوالي. اكتب يا دول سلطنة دار مساليب، مدينة الجنينة، دار اندوكا تروح تبيكم. اكتب يا دول، اقطع سكرين شوت هنا من المحل ده، ارفع يا دول هاشتاج، هاشتاج يا دول، ده لاي وهم، لاي كلب، لاي جنجويتي، لاي رباطي. ايها القتلة، ايها المجرمين، ها؟ طب تلعبوا ليبو ولا شنو يا زول؟ امشي شوفوا شغلتكم على وين يا زول؟ امشي شوفوا شغلتكم على وين يا زول؟ ديل شفت الكلاب ديل ما بيتوحدوا، انا كلمتكم قلت لكم الكلاب ديل ما بيتوحدوا، انتوا شدوا حيلكم، يعني الدرندوقة بالتحديد شدوا حيلكم، ان شاء الله تشيلوا سلاح من امريكا، ان شاء الله تشيلوا سلاح من فرنسا، تحرروا وطاتكم. شفت الكلاب ديل؟ العبيد ديل ما بيتحرروا ولا بيتفقوا معكم، الحشرة المنتشرة دي لما جاء كويس، لما جاء الورد انا بجيبه دقيقه 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 دقيقه. اه يا جماعه، هوي هوي هوي، ما في ليه، انا هنا والله الزول اللي باخذ يده مع الجنجويتي ده ضدنا هو، وانا قبل كده قلت الكلام ده، اي زول باخذ يده مع الجنجويتي ده هو ضدنا هنا، وانا هنا الجنجويتي ده ما بنتفق معه. اي زول ذاته في دار اندوكا قاعد مع الجنجويت ده ادونا الاول والاخير، لو امنا لو حبوبتنا ذاته. ايها الجزمه يا اخي، جنجويتي مختصبك يا اخي، انت بتتكلم معه انا هنام بعد ده، انا داير افرخ لا يا فاطي اسبوع كده بس اشارك انت بس اشوف ردك كيف يا شباب. الناس قاعدين في التيك توك اي كلمه قالتها بتجيبوا لي هنا، بركب لك الدنيا نهار. اول حاجه غسل وشي، بعدين مجبس وشك كده زي الصيني، مجبس وشك، انت كبيره يا حنان، انت ما صغيره، مجبس وشك ليش؟ شنو يا ايها الحشره يا منتشره انت، الجنجويتي بيختصب فيك الليل والنهار، الجنجويتي ما انت دين، زوجك بياتو دين. تيجي تقولي قال ان احنا ما بنعرفكم، قال يا ناي يا نازارندوكا، واللوطي ده اللوطي الثاني ده لوطي يا جماعه، لوطي خوم لوط ده لوطي يا زول، ما في زول يجي يقول لي يا زول ده لوطي، دي كلمه يا اخي يا احمد كسل يا اخي في اللايف كده، هو حبيبنا لوطي، لوطي يا هو ده لوطي يا زول، تتكلم كيف؟ ها اسمع، اسمه ده ما عندك احمد، انت تشادي، انت الولد اللي انت تشاديه ما سواي 50 يوم، الحرب في داخل دارفور من 2003 متدور، الحرب في داخل دارفور تدور من 2003 انه موجود خارج نار على المسالة، تدور احنا ما بنضرب بحاجه اسمها 50 ولا 52، دار مساليد ده بنقسمه، ما في حاجه اسمها دار مساليد، انت اساسا ما عندك حاجه اسمها دار، ما عندك اساسا، انت تشادي، انت في بلدك انت تشاديه، انت دينك لو ما جنجويتي راكب حبوبات او راكب امه بتجي تقيف مع الجنجويتي، زول بلاك بلاك بيبول بلاك، تجي بلاك ده يا اخي، النيجيري ده اخوي، الجامبي ده اخوي، الكاميروني اخي، لو ما الافارقه ديل اخواننا هنا معناته نحن ما افارقه مشدقين بالافارقه، تشات يا اختي بلادي ديل اخواني انا، ديل اخواني انا، بدل الجنجويتي يجي يقعد نحن بنجيبه مقاديل، يا تشاتي تعالوا اسكنوا معنا، يا جامبيا يا نيجر يا كاميروني تعالوا اسكنوا معنا نحن، زول عنده بلده وداره وتاريخه واي حاجه، تجي تنفيه وقول له قول له يا اخي تشادي اختي بلادي يا اخي، يا اخي تشادي تعالوا كلكم اسكنوا معنا يا اخي، ها؟
بالله شو الحشرة المنتشرة ده يا جماعة. في زول ما هي المشكلة للأسف الشديد في جنجويتة طالع فيها فمخها يتلخبط نسل إنه في دار أنتوكا. إذا كان الجنجويتة مختصبك مخ خلاص بتش. تحياتنا لأخواتنا الشماليات، في ناس انتحروا بعد الجنجويتة اختصبهم، في ناس انتحروا، في ناس ماتوا، في ناس رزقهم جلطة. لكن دي جنجويتي اختصب حبوبتها هناك في دارفور واختصبها هنا هي ذاتها. أنت مختصبة، أنت ما عندك دين، زوجتي بها دين. فبعدين دار النقطة دي قاعدة في ألبوم الدقيقة نجغمة لك زيادة. لسه 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 يا جماعة لسه أبرد 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 نوريها البلة الله خلقه ذات. دقيقة بس لسه 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 نجغمة لك يا زول نردمة لك يا زول. خلينا نردم الوسخ، خلينا نردم الأفن. 1909 تاريخ جديد يكتب بدماء أبطال شهداء كرام سطروا صفحاته من ذهب في تاريخ السودان وإلى منطقة درجيل وإلى غرب السودان. سلام سلام دار مساليت أمة الأمجاد والنادي العريق إذا في دم يحيى ويجري في روحي. وقبل ما نتكلم عن عزنا وفخرنا بدار المساليت نتكلم شوية عن الاستعمار الفرنسي الذي كان قد غزا معظم دول شمال ووسط إفريقيا. ونعرف السوء العظيم من الاستعمار والمستعمر الفرنسي وكيف إن الجزائر عشان تطرد الاستعمار دفعت أكبر ضريبة في البلد، دفعت 1.5 مليون شهيد فسميت بلد المليون شهيد فقط لإخراج الفرنسي من أرضهم. وكان بعد أن عزل لغتهم وثقافتهم وأصبح الانتماء للفرنسيين فقط. ولو لاحظنا في الخريطة أن الاستعمار الفرنسي وقف على حدود السودان وعلى حدود غرب دارفور بالضبط، ما قدروا يقدموا خطوة. المساليت وقفل لكم في الطريق، تقربوا بنقطكم قط. كان اليوم من فضل بعض الله عز وجل في أن الثقافة العربية والإسلامية ما زالت تعم على المنطقة وعلى السودان جميعا. يونيو 1909 سقطت وداي في قبضة المحتل الفرنسي، وأخذ الكولونيل الفرنسي فاجنشو يرسل الرسائل إلى كل السلطنات والقرى المجاورة بأن يستسلموا دون قتال. وكان من ضمن الذين أرسل إليهم دار تاما ودار كمير ودار سرا وأيضا السلطان تاج الدين سلطان دار المساليت والسلطان علي الدينار سلطان الفور. ليجتمع السلطان تاج الدين بكبار رجالات دار المساليت. ده واحد أنا دار أشهد من هنا من دقنه وأفتله من الذول ده من الذول ده ما مرفوع في الصفحة من ده ده شمالي صح شمالي ذاته نخليه يجي يختني هنا بالتاريخ ده. انت بتلعب ليه ولا انت ما متعرف ليه؟ الشمال ذاته اللي قاعد فيه شمال نجني نخليه يبقى بالتاريخ ده. انت قال لك الفيديوهات دي ان احنا بنقطعها بنحطها ساكت. زنون ده قاعد في الشمال هناك جبناه وهنا ده خليناه يتكلم في التاريخ ده. نحن ما بنجيب لك ذول من المنطقه، لا نجيب لك ذول من خارج المنطقه عشان يحط لك الزيت هنا في المحل ده. انتوا حشرات ولا شنو يا دول؟ شوف مراكب ريتكم شو جنجويتكم على وين يا دول؟ هو عليك الله خلونا اركوا ولا جنجويت يغتصب امهاتكم وحبوباتكم يا دول. أولاد ما عندكم أي موضوع يا دول. أسمع التعليق ده أين التعليق ده في اللايف بتاع جيم كويس. أين ده أمشي ألبس لك ستيانة يا زول. اللايف ده أنا كشف الزول ده قال لي شنو؟ قال لي ما عندكم ضمان اللايفاتية بكرة. قال لي تاني كويس نلقاك تاني. قال لي بقيت زي كسلة. شايف الكلام ده؟ شايف التعليق ده؟ عشان كده يا اخي عليك الله، يا اخي عليك الله ما تقعد تطبل ساكت يا حبوب. الله يرضى عليك. زول انتهك ارضك وارضك وجند الجنجويت. وقلنا عصا والله ثورة ديسمبر يغير نفس الفهم نفس الوسخ نفس الافر. عرفت كلامي؟ نفس الوسخ ونفس الافر. قلنا رجعنا ثاني لما الجيش اندق مع دعم الشريف قلنا خلاص عصا والله يسلحه. 57 يوم ده حنان ده في ميتين ابو اهلي. 57 يوم ده اكلوه قرب. حنان دي قالت فوراوية في فور عديل وزغاوة وجميع القبائل فاتوا في أدري حسي ده قاعدين لأنه القبائل كلها موجودة في الجنينة. أمشي أساليم هناك خليه يدوك الزيت يقول لك أن إحنا صحيح كم يوم 57 يوم ولا ما 57 يوم 57 يوم الناس قاعدين يدقوا بلي 57 يوم
في النهايه كسر 8 كمين ووصل الجرحى ووصل الناس الغلاب والمساكين وبتاع. انت بتجي تنعت فيهم وتجي تتكلم فيهم بلسانك الافن ده اليو بي اف اقوى مارجين يا صالح عشان ما عندكم شنو يا اخي لا عسكريا ولا سياسيا ثاني ما عندكم حاجه كيو بي اف كده حرق انت مني اركم الناي وخش لك في الليف مني اركم الناي ده جنجويت عديل بقى جنجويت عديل وخش في الصف بتاع جنجويت في خطابه الامس وانا جبت لكم انا قبل في اللايف حقي ما علقت لمني اركم الناي من ده بيجا جنجويت عديل رايك شنو؟ قال لك عديل دامي سريم اشتغل معه هتعمل له شنو مثلا تمش تدق باللي ما مني هتدق معه باللي يعني مثلا ما عنده اي حاجه صعاليك حبه صعاليك حبه شماشه قاعدين مرتزقه في ليبيا ناسيو بيف وعساكرهم قاعدين هناك ويرقصوا وجدوا المفلفل شعره قاعد يرقص وما عندهم اي وجود في دارفور ما طلق ما في الكوة داري يجي واحد يطول لسانه بعد جهنة وراكبه الجنجويت في الخارج والداخل تخيل حنان دي راكبها الجنجويت في الخارج وفي الداخل جات من المعسكر مني بقى جنجويت ده مشكلته انا عامل له شنو مثلا يا مني يا اخي بس ضربني انت بقيت جنجويت شوف جنجويتك على وين ان شاء الله دقوا نار مع الجيش في خطابه كان واضح جدا تمام بيثبت النقطه دي ده يا اخي الله يطلع ميتينه يا اخي يا اخي والله العظيم الناس اللي انبراجين وانبطاحين وبتاع ما في زول يا جماعه كلهم مرتزقه يعني حسي مش قال انا بقول انت ما تقول انا بقول قال يا اخي ناس مني ديل مرتزقه قاعدين في ليبيا وجم ليبيا صح؟ اي ماشي طيب عبد الواحد ذاته مرتزق مرتزق وقاعد في ليبيا بياكل من وين؟ وبيشرب قروش من وين؟ ناسه بيصرفهم من وين؟ كان بيجبر الناس في الخارج بالقوه ده بتتكلم فيه تتكلم في منو تتكلم في منو يا شو ها وين جيب لي بس حرب كده بس خشيت ومعركه كده زي ده دقيت مع الجنجويت بل زي ده بل كده قصير كده جيب لي منطقه وين يا جماعه هو الفارق ده انا هنا والله زول بيتكلم فارق يا جماعه والله ما من جامر والله قبل اليوم اتكلمت الناس اتكلموا فيه قلنا خلاص يا جماعه عفى الله عفى الله مما سلف دي الحشرات منتشرين هنا ما مثلوا اي لا بمثلوا قبيله لا بمثلوا كده الموضوع جابت لها شفت انا فيه بيت بجوا ببطنوا الموضوع وبكونوا قاعدين في اللايف تهت ومعاه في ال قاعدين معاه وهي تفك سمومها دي الجنجويت مختصبها في الخارج وفي الداخل انا حنان اتحداك الجنجويتي ده المعرسك ده ارسه ده حرام 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 الكبير ده ما حرام صغير حرام لانه اي جنجويت اتزوجت ده حرام انت قاعده بالحرام مع الجنجويت ده جنجويت ما عنده دين انت كيف يا جماعه زول متزوج جنجويت بقيف معانا نحن كبلاكات كده افارقه ما منتهيه بالعروبه بعدين مجنب توشى دي خسرانه اكثر ما اعرف الدوله قاعده بصرفها بالشينكل صح؟ مش شينكل بصرفها بالكورونا ها النرويج والسويد قاعده هناك صح؟ بالكورونا صح؟ كده دايرين نقلب الكورونا باليورو اقل حاجه خسرت لها 5000 يورو عشان تجلبت نفسها وهوكن وبتاع لانه الزول اللي قدامها لانه عندها نقص عندها نقص لانه ناقصه لانه ما مقتنع بلونها ناقصه عندها نقص مركب هنا كونه هي متزوجه جنجويتي عربي فلازم تضرب بونش عشان تتقلب زي العربي ده كويس عشان ترضيه كده مثلا انا لقيتها والله العظيم في التيك توك وبتلبس ملابس كده يا الله حبيبنا الله يرضى عليكي يا اخي انت حشره يا اخي بعدين اقبلي الله ده الخلق ده اقبلي بيه والله يا جماعه نصيحه لاخواتي كلكم طبعا الكلام جابتها حنان الوسخه دي فكلامها كان وسخ فالله يرضى عليكم خلوا الكريم خلوه يا جماعه لانه هسي انا يا جماعه اخواتي القديم مسحوا كريم الله يرضى عليكم اقبلوا بنفسكم هسي انت لو وسحتي كريم اتزوجتني انا مثلا انا دول بلاك يا هو ده اسود وانت بقيتي بيضه بالكريم عجنب من الديو ده بيطلع لونه كيف؟ مش بطلع بلاك برضه تطرشيه كده بالكريم ولا تعملي له شنو؟ يعني حنان دي هسي لو ولدت جنى هيجناها هيكون كيف؟ ما هيكون كركم طبعا زي التليفون ده طبعا صح؟ طيب من اول ذاته بالفكره ذاته الفكره الشيطانيه دي بدات تجي في راسكم وفروا قروشكم ده ذاته عملوا رب لكم شلاطين ساكت ولا اشتروا ملابس ولا كده ولا اي حاجه ولا رسلوا القروش ده ذاته لحالكم عشان يستفيدوا منه ها؟ دايره ترضيه طبعا يعني احنا ما عندنا دول يعني بيتزوجنا جنجويتي في الظروف ده وهي قاعده فين معسكر ورفوها بأمر المعسكر جابوها
ويتزوج الجنجويتي مختصب حبوبتها وامها هناك ومختصبها هنا. نحن يعني كناس بلاكات في غرب السودان ممنع. اول حاجه الجنجويت اكد تاكيد الناس تماما بانه الجنجويت كويس. هو ما تقول لي احنا ما عندنا موضوع. اين الناس اللي معاه؟ اين الناس اللي معاه؟ اين الناس اللي معاه يا زول؟ عندهم كلهم اولاد غلفاء ناسيو بيف يا زول. كلهم اولاد غلفاء يا زول. ما تسمع يا زول دافع كيم عبد الواحد. ما في 51 يوم، ما في 51 يوم. طيب يا زول علم اين الناس ديل؟ اين اساميهم يا زول؟ اين الناس ديل جد؟ اين اساميهم هنا يا زول؟ بيجي بيتلموا كيف زي الجداد في اللايف ده؟ من 2003 متدور الحرب في داخل دارفور، وتعرف من 2003 انه موجود خرب نار عشر مسالك، تنظر احنا ما بنعترف بحاجه اسمها 51 ولا 52. دار مساليد ده بنقسمه، ما في حاجه اسمها دار مساليد، انت اساسا ما عندك حاجه اسمها دار، ما عندك اساسا، انت تشادي، انت في بلدك انت تشاديه. طبعا من زاوية الجنجويتي وراكب أمها وحبوبتها هناك ومحشر لها، وبعد جات هنا برضو من زوجها مغتصبة ليل ونهار. فقال لي يا أخي الجنجويتي فك سمومك، قال إنه والله يا أخي هنا دار مساريد ده هنا ما دير إنه وبتاع والكلام ده وبتاع فكده. فهي الله يرضى عليك، هي أمشي شوف سيدك عبد الواحد ده لوين يا زول. هي تتكلم مع الرجال يا زول المرة ذاته وخطنا دخلتي مع هنان دي، عليك الله الله يرضى عليك يا سيرتي كمي، عليك الله يا أخي النسوان دي احفظوهم يا جماعة، ما يخشوا مع الحشرة المنتشرة دي يا أخي، ما يخشوا معها يا زول. أي ده شوف ده عندوك ده لأي وهم ولأي كلب ولأي واطي ولأي جزمة لأي جنجويتي ولأي جلابي ولأي زول في الكرة الأرضية دي. ده ورا أجبك ولا غلبك؟ خش المتحف بتلقى يا زول ده وطاطنا نحن بتاع ما عندنا علاقة. يا جماعة سلام عليكم، أهلنا الفور، تحياتنا لكم جد. شفت الحشرة المنتشرة اسمها وناسيو بيف على بالتعديد، فك فيكم جد. شوف الحشرات كنديل فكام عبد الواحد والجنجويت كل اللي انتوا قاعدين منبطعين فوق ده. أنا زي أديكم حاجة، تحياتنا لأهلنا الفور جد. وقبل اليوم أنا قلت والله تذكروا قاني شاكلنا وقلنا يا أخي تاري ما دارين نغلط في القبائل، في حاجة أنا زي أديكم لها. دارفور انضمت للسودان 1916. إذا تعرضوك تابع عليكم تخلوها كيف 6 سنوات تكون برا، انضمت للسودان 1922. إذا ما تابع عليكم لجميع الناس هنا، الداج والقادم بغادي التنجر النايل كلهم جد، الفور كل القبائل الموجودة بغادي، دارفور انضمت للسودان 1916. إذا كان المنطقة كلها واحدة لحمة واحدة، كيف تخلي 6 سنوات قاعدة برا؟ انضمت 1922 باتفاقية اسمها اتفاقية جولاني. سؤال لكم كلكم عشان ما في حشرة ولا كلب ولا واطي ولا زفت الطين، عشان ما نقعد نركب راس هنا وبعد ذاك الكلام ده يقمروا. سؤال بس لكم كلكم كده، وبالذات خصوصا لأهل الفور، عشان ما في واحد ما قالت هي تابع عليكم صح؟ ما في كلاب بتاعت عبد الواحد يو بيف الكلاب دير فك فيكم جد، ما تقلوا أدبكم. انتوا رجال كلام ده قلتوا للشبابين، انتوا رجال طلعوا الناس من حواكيركم، انتوا رجال طلعوهم من حواكيركم، ما تقعدوا تطبلوا ليه للشمالين يا زول؟ الشمالين ده بكره بركبوك وبفصل لك بلدك، بقول لك امشي زي جنوب السودان. ما فاهم منه انت اكثر مني انا. ده الكلام ده بس بالتحديد التاريخ ده. دارفور انضمت، نكرر للمره المليون، انضمت للسودان كرها ما طوعا كرها بالرجاله، رغم ردعين قتلوا السلطان ضموا رجاله للسودان 1916. دارا دوكا انضمت للسودان باتفاقية اسمها اتفاقية جولاني 1922. تم الاتفاقية في جولاني 1919. إذا كان تابع لدارفور كويس، ليه ما لما نحن نجي ننضم حننضم هنتلب في السودان كده من فوق، ما حيضموني عليك أنت في الإقليم وبعد ذاك الإقليم يكون كتلة واحدة حننضم للسودان. دي لازم أي زول أقرأ التاريخ ده وخش المتحف الفرنسي وخش المتحف البريطاني وأرجع للتاريخ وأرجع لأي زول. ما تابعين لك نحن، ما في جنجويتي عنده ما طبع على هنا، ولا دارفور ذاته تابعين لنا. خد تاريخ تاخ ما تابع لنا، ده كورتك وحقك وملكك، ده رندوقة منفصلة بعيد ما عندها حاجة. إذا كان الجنوب ده لو ما كان رقعة جغرافية ما كان جبال النوبة والنيل الأزرق انضمت له، لأنه النيل الأزرق وجبال النوبة ما تابع للجنوب بالحدود كده. لا أنا ما ممكن أسمح لصاليك زي ديره تجيب لا 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 بيمثل نفسه، لا لا والله أنا ذاتي بمثل نفسي.
انا ذاتي اعتبروني مجنون زي حنان دي، انا ذاتي بمثل نفسي ما بمثل دول. بس هي مش قاعد تركب، تركبنا كلنا، انا بركبكم شط زي الشمالين لما نجي واحدين يجوا علقوا لي بركبهم شط ميديا ما كده صح. بس يعني احنا بنركبك لكن باثبات بدلائل بدليل. حنان حنان بتقطع فينا زلط بكل بجاحه وبكل نفاق. يعني احنا بنقطع فيك زلط ونقطع فيك كبري بادله وبراهين. يعني احنا الجنجويدي ده شفت وطاطنا دي نهائي نهائي ما يقعد فيها نهائي. الجنجويدي ده لو خش الجنه احنا بنخش النار. ابرد يا جنجويدي، جابت لها سلاح والله نشيل من امريكا، نشيل من اسرائيل، نشيل من فرنسا، نشيل من اي دنيا، مش معادله بتاع سلاح وبشر. اي يعني احنا اكثر. وشوف يعني احنا شوف اداره ندوك ده بالتحديد اخواننا التشادين بيجيبوا معنا ومنديم الجنسيه وجودوا معنا، بنجيب ناس غامبيا ونيجر ونيجيريا دير اخواننا نحن. انت لو ما مقتنع افريقي بافريكانيتك انضم يدور حق عربي بغادر. نحن افارقه والتشادين دير اخواننا ونجيبهم وياخذوا الجنسيه ويقعدوا معنا. الوطا كبيره بشيلنا جد تحياتنا للتشاد والتشاد. واي دول بنبس التشاد فك فيه، اي دول بنبس التشاد فك فيه. اوي الليله تتزلط اوي 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 اوي. انا بمثل نفسي يا دول زي مش حنان دي بمثل نفسي، انا بمثل نفسي. اعتبروني انا مجنون يا جماعه. ايوه بكره ذاتي ماشي المصحه انا. بس اي دور بنبس تشاد انا بركب لك الدنيا نهار. تشاد يا اختي بلادي ونحن افارقه والتشاديد اخواننا. انا مفارق يا زول، انا مفارق، انا مفارق. نجيبوهم التشاديد تشاد ياخذ الجنسيه يقعدوا معنا ان شاء الله. ان شاء الله تتفقوا مع الجنجويد، ان شاء الله تنوموا في احضانهم. يا اخي حنان، يا اخي يا اخي ما تحترم نفسك يا اخي، يا اخي ما تحترم نفسك يا اخي. هو لو قال لنا انتوا تشادين ما مشكله، ما نحن اصلا يعني تشاد يعني التشادين اخواننا نحن بلاكات. لكن قالت انتوا ما عندكم وطن هنا في دار اندوكا وما في حاجه اسمها دار اندوكا. الوطيه مجنونه ولا شنو؟ انت معفنه ولا شنو يا زول؟ ده تاريخ، هذا ده تاريخ لحلقهم اي واحد في الشمال ولحلقهم اي زول ذاته قاعد في السودان ده في حلقهم هنا ده. ولو ما دار اندوكا اسمع الكلام ده كويس، ودار مساليك والقبائل الموجوده هناك مع دار مساليك، وقد ده كان الشعب السوداني استعمار واستعمار فرنسي، وقد ده كان نحب ثروات فرنسا، وقد ده كان بيتكلم اللغه الفرنسيه. ما دار فور، دار اندوكا اسمع الكلام ده كويس، الكلام ده دخله في حلقومك. دار اندوكا ولا تقول لي دار جال ولا دا ولا البيجا ولا وات ايفر. ما في منطقة الوحيدة المنطقة الاستعمار هي دار اندوكا، سلطنة دار مساليد بجميع القبائل الملتفة القادة هناك وامتدادا لجبل مول. ديل هم القاتلة والرجل والفرنسيين. دارفور انضمت للسودان 1916 كرحل، مسقوك من أضارك كده زي الغنماية حشروك في السودان. أنا انضميت باتفاقية وبكل فخري وراسي ده مرفوف فوق في السماء. ما في واحدة حشرة زي حنان دي تجي تقيل أدبها هنا. رسالة كده وصلت، وصلت لحيكم. واللوطي ده لوطي يا جماعة، هو لوطي. ما تجي تقول لي يا أخي أحمد الألفاظ دي وبتاع، ما في ألفاظ دي مكتوبة في القرآن. قوم لوط، قوم لوط ده لوطي. اللوطي ده نحن ما نتكلم معنا، نحن ما بنتكلم مع الله ويتا. طيب دقيقة يا هدى، وقريت حاجة مريبة أوي أوي. وابع علي وابع علي. البعشوم قال يتكلم. يا خالق الله يا لوطي، انت امشي في لواطك يا زول، ما تلبس لي كاكي يا زول. الكاكي ده حق الرجال يا زول، الميري ده حق الرجال يا زول. ما تقعد تطبل لي الشماليين يا زول، انا عندي معركة معاهم يا زول. معركة دي انا كويس، ابناء الشمال رفضوا يسلوا احلى لما احلى معكم. انا عندي معاهم معركة. شفت الميري ده؟ الكاكي ده يا جايينكم ايه ده؟ بلبسوه الشرفاء بلبسوه الرجال اولاد الرجال. هذا بس لي الكاكي وتقعد تكسر تلج للشماليين يا زول. ميري كفر جيش كفر ده كويس. الميري ده بلبسوه الرجال اولاد الرجال، ما بلبسوه انا. يا لك لا امشي البس ستيانتك وشوف لك محل على بيني يا زول. اي واحد صاروخ شماشي لابس لك ميري ده ميري يا زول كفر ميري. ها؟ تكلم انت يا اخي؟ تحضيرات عشان الدرس مشمات، فرش ارضي مقابل للطابور، جنود بلبس الميدان، سلاح على قدر الممكن. انت بتتكلم في الميري ده يا زول؟ الميري ده حقنا نحن يا زول، ابان قروش ده ذاته جزء من ابناء الشمالين. انا ده جد جرو فاتوا مصر، لان ما مصروا المؤسسه دي.
ما أستدل فيه الرجال بس. وتحياتنا للنوبة شد. والله يا نوبة قدام بس يا أبونا قدام بس. آه زول هوي كلام فارغ يا زول، ما تلبس يا زول، أرجع لستيانتك يا زول، ما تلبس لأن ما تدنس الكاكدة. ما في لوطي يدنس الكاكدة يا جماعة، أي لوطي ما يدنس الكاكدة. ده شرف بتاع الدولة وشرف الدول جد. عديلة خدت عليك تاخ، ما في زول لوطي يلبس كاكدة. ده اللوطي ده خليه يشوف مع المراكب الريادي وين يا زول، يشوف مع الشكشكتو على وين يا زول. هوي ما في زول يلبس الكاكدة يا جماعة. تحضيرات عشان الدرس، مشمعات فرش أرضي مقابل للطابور، جنود بلبس الميدان، سلاح على قدر الممكن. ما في زول يلبس الكاكدة يا جماعة. ساكت فارغ ساكت. عرفت كلامي؟ كاكدة تشم ريحته زي ده، تعرف ده ريحة بتاع الدم، ما بتاع ناس كلاب ساكت. عرفت كلامي؟ يا زول هوي شوف مراكب ريتك وين يا زول هوي. ها؟ يا زلمه نقطة فيه وزلط يا جماعة. لوطي هو ده مكتوب في القرآن، انت ما مسلم، ده راجع دينك يا زول، انت مش مسلم. انا ما بتكلم اخواننا المسيحيين، لا المسلمين، ده مكتوب في القرآن. قوم لوط كانوا يعطون الرجال شهوة دون النساء. قوم لوط لو جبت لهم انا ما بقبل الا رجال، كانوا شفت يعني مستبيحين القرية. ربنا قلب عليها سافلة. كيف عليها سافلة؟ ربنا جاب ملائكه رفع يعني حاجه كده، انت ما بتخطها في عقلك، رفع كده وداها لخائد السماء وكفى زي ده. ربنا قلب عليها سافلها. عرفت كلامي؟ فكان قال لهم قوم لوط يعطون الرجال شهوه دون النساء. الليله دي تجي تقول مثلي، مثلي بتاعت حبوبتك، ما في حاجه اسمه مثلي، ما في زور راجل ود رجال. وبعدين انت يعني انا الليله اجي اقول جايين كده مثلا كان ابوي، يعني كان ابوي ده، يعني الشباب يقول لي ده ابوك كان زمان، يعني ده ابوك يعني طول يا زمان، يعني اذا مات بعدين اجي اقتدي بانه ده ابوي انا، يعني مثلا لوطي زي ده انا ابوي انا راجل ورجال يا زول، لوطي زي ده ما بقى ابوي. فالزول ذاته يحافظ على الحاجات دي، لانه بعدين في المستقبل ذاته ولدك بشاهد الله يفعل، ده بكون مقطوع قاعد في اليوتيوب كويس. قال لي كرر الناي ده بلد الناس. أنا قبل شوية مشيت في صفحة البعشو وقريت حاجة مريبة أوي أوي. وضع علي يعني حسي ده أنا مثلا لو ولد جانا مثلا، يعني لا مثلا نتخيل جميلكو إذا كان أبوي ولدني عليك دينك، أنا ما بنتهر يعني، أنا ما ممكن مثلا يعني أنا ده يكون أبوي مثلا. حسي أنت ما تحافظ على الكلام ده عشان بعدين ولدك في المستقبل يعني بعدين هيقول شنو، يعني يقول ده ابوي والله بطل نفسه بيسكين بموت ساكت. كلام فارغ ساكت يا اخي. لك الله شوف مراكب ريتك وين يا زول. وبعدين ثاني ما تلبس الكاكده يا زول، ما في لوطي يلبس الكاكده يا زول. ودار اندوكا شفتها لاي وهم ذاته. الشمالين حقارين جدا، قام فاطمه قال لجيهم كي قال دكتور فلان وزفت فلان وبتاع، قال بيتكلموا معه هناك. بالله شو النازل، بالله شو النازل، أو أكثر بس الكاك يا زول، كاك ده علينا المعصة دي تعملنا. Come on.
نحن المعصر دي فيها لغط بس فيها لغط وفيها أفن دارين نشيل الأفن ده ما تجي تطب الليل الشمالين يا زلوي هذا جي تطب الليل يا زلوي شوف أنا دار أقول لك أكرر يا جايون كيلة المرة المليون ده أشرف منك أشرف منك الكاكي ده انت واحد لوطي أزور اللوطي يا جماعة ما بلبس الكاكي ده اللوطي ده يمشي شوف يا جماعة بعدين الكلمة دي يا جماعة مكتوبة في القرآن قوم لوط كان يعطون الرجال شهوة دون النساء فزود ده لوطي يا جماعة فالشمالين ما تبقوا كسارين تلج ودارين تشوف لكم فرصة ونحن حنفجق لكم وحنفجق اليوب ايف ونفجق اي زول زاد كلام فارس طيب ما بتاكلوا معنا ايش يا زول ما بتاكلوا معنا ايش نهاية يا زول هوي اعمل حسابك يا زول شوف مراقب ريدك فين تحياتنا لنا جبل مومن وتحياتنا لنا السيربة وصليا وكل الابطال وبتاع فشوف حياة بتقول شنو الوسخة كشف حياة بتقول شنو باي باي دولة 56 ايوه جزاكم الله خير يا اجدادنا جبتوا لنا البلع خليتونا الليلة نحن مشردين في القرن 21 لأنه جونا ناس حاقدين حاقدين علينا وعليكم انتو وده يشيلوا أي حاجة نحن عملناها ده يدمرونا ده يكسرونا ناس فاقد تربوي جهلة زي مالك حسن وزي حميدتي وزي عبد الرحيم دقلو وعند كيمة المعارجين كوعهم من بوعهم دارين يجوا يعملوا دولة على أنغاب دولة المحجوب ودولة الزروق ودولة الأسهري ودولة نيميل ودولة عمر البشير هؤلاء الجهل الفاقد شوف العقلية قال لك دارين يعملوا دولة دولة نيميري ودولة عمر البشير ما أنا قلت لك انت ما وبعدين ذات الدين نوباوية يا جماعة دين النوبيين لكن مركبين شفرة بتاع أوروبا وهمية مزيفة أنا ما كلمتك قلت لك الناس دي نظرتهم ليك واحد بس أي زول لونه فاتح كده وشعره مسبسب طوالي بيقول لك أنا عربي يا زول عرفت كلامي فصاحبك طبعا دايما الناس يو بي اف بيشوفوا الخط اللي أنت ماشي فيه وما بمشي فيه زمان لما نحن قاعدين نفجق الشمالين طوالي شنو هم قاموا شنو بيجوا معاهم ده نفسي جو ينقوي لما رجعنا مسكنا الخط بتاع دعمنا الجيش طوالي هم وقفوا ورا أبو قالوا لا 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 احنا ما عندنا شغله بتاع الجيش ذاته ما هو ذاته السبب وهو كده وبتاع والتفاصيل لما جينا جغمنا الجيش طوالي قاموا رجعوا قاموا طبعا ما دايرين انك انت تكون نجمه هنا في البلد ده والله نجمه لاي وهم ذاته فهم لاي وهم ذاته طوالي رسل الحشر المنتشر المغتصب الجنجويت يا جماعه احنا والله الجنجويت ده ما عنده دين انت تعرفه الجنجويت لا بعرف الله طبع الظل عديل وبقتله بشرطه وناي وكده والتفاصيل فالجنجويتي ما زول يعني احنا عارفين ما عنده دين وتا حنان دي زوجة الجنجويتي بياته دين انا دار عارف انه الجنجويتي لا مسيحي ولا مسلم ولا بوذي ما عنده دين ذاته الجنجويتي ولا ملحد ذاته انا ما اعرف اذا الجنجويتي هو ملحد اكيد ملحد طبعا صح كافر بكل الاديان طبعا صح فالجنجويتي ده كده هو فحنان دي اتزوجت الجنجويتي خلينا نركبها لكم شويه يا جماعه نكفل والله اتزوجت الجنجويتي ده كيف؟ جنجويتي لا دين له ولا اخلاق له الليله الشماليات ببيهم في سوق النخاصه والتفاصيل دي وماشي يعني حنان دي على فكره يعني كيف اتزوجت الجنجويتي ده؟ ما في جنجويتي يعني جنجويتي مغتصب امك ومغتصب حبوبتك تجي تخلق الصراع تقول لا لا قال انا والله ما بعرف حاجه اسمه دار مساليد كويس يعني هم ده انت عارف ده الجلابه بتاع دارفور طبعا الجلابه بتاع الشمال ده لقيت رقبه خلاص جرى بتاع ده الجلابه بتاع دارفور كمان جماعه عبد الواحد برضه يترقبوا يقول زي الجلابه بتاع الافغان كويس افغان كان عندهم جلابه تتذكر رقبه في اللساتك دي كده بتاع الطياره فرقبه فيها هنا الطياره لما لمس لصديقها كده في الجو فوق هو والله العظيم ده بتيخ شده مرقوب بس ها لما الجماعه دي قاموا جو لما جو خشوا المدينه خشوا العاصمه كابل
طوالي قدو الطيارة ركبة في الا ساعتك يا ناس الخواجات قال لهم انزلوا لا لا ابو مسكوا كده اتكنكش النسوان الرجال كيزان طوالي لما دلساتك كده زيد كانوا قاعدين هنا كده بس كشحتهم ليك علينا قلت لك قبل كم يوم نفس الحشرة حنان دي المنتشرة الابوستي دي طبعا يا عبوب انت ما كنت حاضر في اللايف انا قلت ارجع اللايف ده من اول فيه قطع صارت تغيير ركب سماده فقام الوسخه دي قبل كم يوم طلعت اناي فيديو قالت يا اخي احنا ما بنعرف الزغاوة والمسائل دي الجماعه لا 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 لا, لا غطوا للموضوع يا جماعه بتاع ودارتنا الموضوع خلينا الوسخه المعفنه الجزمه الرمه مع ناس يو بي اف الكلاب كويس كلاب والله كلاب ما كلاب شنو هذا الله رجال الله دقيقه يا ترى يا عندكم ما تتكلموا نفس الكلام ده احنا بنوجه انتوا لو رجال حرروا مناطقكم انتوا لو رجال حرروا اراضيكم عديل بنخط عليكم مش حتى لا شمالي بنخط عليكم عديل دول انتوا لو رجال الليله وينو حركاتكم انت عندكم انا هنا ما عندنا حركه في دار عندكم ما فيها اي بندقيتي بندقيتك انتوا ما عندكم حركات صح انتوا حركاتكم دي يا جماعه تخلوا كيف يعني امهاتكم واخواتكم يغتصبوا وانتوا عندكم حركات ها يا جماعة ما سؤال يعني مثلا اتفقتوا مع الجنجويد كانوا ورونا خلوكم واطين قلنا طبطبنا للموضوع ده سكتنا فيه قالوا الناس رجعوا لنا بالخط قال يا احمد يا احمد بطلوا الليب والكلام ده ونحن عندنا الدولة دي منهوبة ومسلوبة وكده وفيها غزو بتاع جاقززات وجابوا منه جابوا البرهان الكلب الواطي ده ما هو البشير العفن والاحزاب الكرتونية الشمالية دي الوسخة دي فهم جابوا قلنا خلاص يا جماعة عفى الله مما سلف فنمشي قدام فماشيين قدام يا زول في الموضوع بعد شويه زول قالوا خلاص يا جماعه حدوا الليب وكده والبدت بتمثل نفسها لا هي عملت اكبر من كده دخلت التيك توك تاني قاعد تقيل ادبها وقال برضه نفس اسلوب الجبيل تاني واحد برضه ابن حرام يجي ينط لك في اوه يا حبيبنا الله يرضى عليك انا من يوم الليله زي حنان انا ما بمثل اي رقعه انا بجيب تاريخ بس التاريخ ده بخطه لكن انا ما بمثل دار الدور انا يا جماعه ما بمثل ولا بمثل مساليد ولا زفت ولا اي شيء زاد صح ما بمثله داك السلطان بيمثلهم انا مو بمثلهم صح حنان دي شخص وانا شخص صح ولا ما صح اي هي مجنونه وانا مجنون بس اي حنان بتمثل روحها صح اي وانا بمثل روحي بس نتركب وهنا نركبك ما هي بتجي تركبنا جمع صح انا برضو بركبكم جمع دق من طرف ما اي امشي وقفوها انا ورد انا ما دور عاقل صح لا بس انا مجنون كده انا مجنون رسمي وقانوني ما بكون نصيح نهائي الا حنان تستسلم ولسه الركوب جاي ورا ولساني اطول من لسانها طب تعرف وين يا زول عارف وين يا زول علمت لك كلمتين كده ده وما وطبعا عامله فيها كده طبعا لسانها طويل بتاع كذابه عمرك كم سنه يا حنان مشيت فين انت يا زول لفيت يا منطقه ذاتك ما في ذات المنظمه طبعا ما يقدر يلفوا زي الرجال قلتي عبيبنا انا هو يا جماعة هو انا من يوم الليلة يطوروني انا مجنون ما في زول يجي نطلع يا احمد انا ما عاقل يا زول ولا بعرف حاجة اسمه عاقل بمثل نفسي زي حنان مثل بتمثل نفسها تركب الناس شتصة انا برضو بركب الناس محرقيقة تنقطع ومحرهيبة تنقطع بس انا امشي يا خول يا زول امشي يا خول امشي يا خول يا زول امشي يا خول امشي يا خول القمارك هو يا جماعة قطي ظلط بس انا عندي لك اي حاجه انا بمثل رب نفسي يا جماعه ما بمثل اي زول انا زول بلاك افريكا صح بس يكفي انا زول بلاك بس ده بس اللي بكفي ما بعرف حاجه اسمه قبيله يا زول قبيله ده شنو ما بعرف انا بعرف انا بلاك بس اي زول افريقي بس انت خلاص انت 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 في خطي يا اخي امشي مع القمارك اه زول انت قلق انا بخليك تكتب امشي يا امشي امشي يا حشره يا زول امشي يا حشره يا منتشره انت يا حشره كلب انت امشي قاعد عليك الله امشي لجيشك ده القاعدين ينفصلوا على اساس اسني وقبلي ده امشي ثبتهم انت قاعد عبقوا رجال انتوا ذاتوا الشماليين ذاتوا نشغمهم هنا نركبهم لك انتوا رجال امشي جيبوا بناتكم من هناك في كم من الجنجويت وديل الجنجويت القاعدين في الجيش اللي تدربوا كليه حربيه بيجوا انا ما في اي دعوه هي القمارك يا زول انا مجنون مجنون بمثل روحي انا عندي بتمثل روحي انا بمثل روحي بس في زول بقعد مع زول مجنون لقد تابعنا مهيري بعين هميمة ونحن ممسكين بعهدنا أمام الله بحماية شعبنا العظيم وصون كرامته ولكن اتضح لنا تورط أياد النظام البائد وفلوله في إشعال الحرب
وإحراق البلاد للعودة مجددا للحق في رقبة شعبنا الذي قام بثورته العظيمة وقدم فيها الكثير من التضحيات. من واجبنا الوقوف مع الشعب في الحرية والعدالة والديمقراطية، لذلك نعلن انضمامنا لقوات الدعم السريع. رقم البطاقة 19730، الراي طه المهدي بخيت عبدالله الدفعة 53. رقم البطاقة 22644، نقيب موسى عبد الرحمن محمد علي، الوحدة هيئة الاستخبارات العسكرية، الفرقة 20 مشار، قائد العمل الخاص. انضمينا لقوات الدعم السريع استجابة لنداء السيد قائد قوات الدعم السريع بانضمام الشرفاء القوات المسلحة للدعم السريع. محمد البشر يعقوب حكيم دار بالعمل. شوف عليك الله كمية، كيف كمية هائلة 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 هائلة. حبيبنا الله يرضى عليك، اوي حبيبنا الله يرضى عليك انتو، اوي الزر كتب لي كفور كده امه، الفور دي امه ما دبيله صح. امشوا يا هدى ثبتوها، نحن والله لساننا ده محفوظ وقايد. انا بمثل نفسي زي ما قال ده، فقط احمد كسر بمثل نفسه فقط، حنان بتمثل نفسها بس. حنان قال شنو؟ انا بكرر لكم كلام حنان، قال شنو؟ قال شنو اسمه هنا؟ انت اساسا ما عندك حاجه اسمها يا اخي، خليني دقيقة. شايف؟ شوف 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 اول لما الناس انت عليك حقيقة، ما في حقيقة، ما في حقيقة، ما في وايد 50 يوم ولا في حد، ما في وايد 50 يوم، ما في وايد 50 يوم. الحرب في داخل دارفور من 2003 متدور، الحرب في داخل دارفور تدور من 2003 احنا موجود خرب نار احنا مسالم تدور، احنا ما بنضرب بحاجة اسمه وايد 50 ولا 52 دار مسالم ده بنقسمه، ما في حاجة اسمه دار مسالم. انت اساسا ما عندك حاجة اسمه دار، ما عندك اساسا، انت تشادي، انت في بلدك انت تشادية. طيب شايف الحشره المنتشره الراقبين الجنجويت وراقبين امها وحبوبتها بتجي؟ والله جت متزوجه جنجويتي على فكره صح، ولما كميه بتاعت ناس انا اسف اللايف براي بس صح كويس، ما في زول بقبل كلامي طبعا صح. فده ده لايف، لكن داك هي شنو داك في 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 هناي. فقامت قالت كلام وسخ جدا وردمت المساليد على بكرة أبيم صح؟ أنا هسي ردمت الفور؟ ما ردمت ولا في سبب ذاته بخلينا أنا أشتبك مع الفور نهاية. أرجو لكلامي من الأول وشير اللايف ده في صفحاته اللايف أنا ما بمسعه نهاية. لكن قلت بكرر تاني لو ما سمعت أحليل فور شت، سلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. قبل اليوم نحن الشاكلة بسبب تافهين جزم لاجئين مقطعين جو هنا معانا سوا، كلنا لاجئين متطفلين في الدول، الناس بدل نحن نقدم خدمة لأهلنا بقينا نشاكل هنا. نحن لو رجال ونسوان ما كان جينا من بلدنا، ده واحد. اثنين، أنا لا يمكن تاني أي قبيلة أشاكلها بسبب نفر ولا نفرين ولا عشرة ولا عشرين، لكن برضو برسل رسالة للقبيلة، قبيلة الفور دي البدي فوراوية وقبية جميع كمية كده بتاع الفور تابين لعبد الواحد محمد نور، وكلكم عارفين الكلام ده. فبدأنا تبص السيم والكلام ده قاله حسن كرد وقاله ناس كتير. فأنا رسالتي لأبناء الفور أن إحنا قدامكم ما دارفورين ولا عندنا علاقة بدارفور نهائي عديد، أن إحنا ناس دار أندوكا ها؟ نحن ديك حاكورتنا دار أندوكا، وفي قبائل كثيرة جدا هناك في دار أندوكا، ديك حاكورتنا مناطقنا بعديد. دارفور انضمت للسودان 1916، إذا كان تابع لدار أندوكا تابع لدارفور كان ما خلوه وراه. أن إحنا انضمينا للسودان 1922، يعني كان انتوا لو حقتكم انتوا خليتوها كيف 6 سنوات هناك قاعدة طرف. انضمت باتفاقية اسمها اتفاقية جولاني، اتوقعت اتفاقية جولاني 1919، تاريخ موجود وقاعد في المتحف الفرنسي والبريطاني وكده الناس اللي كانوا حضروا تمام. فشوف عشان 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 ما في واحد تافه يجي يتكلم باسم القبيلة ولا كده، انا ذاتي بتكلم باسم القبيلة ولا بمثل القبيلة ولا بمثل. فهي قامت دار كاملة، الدار ده يلا بيمثلني أنا ذاتي، فاتكلمت أنا بدافع أنا الدار ده. ما في زول ذاته من 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 أي قبيلة يقدر يجي ينتقدني في الموضوع ده، لأنه أنا اتكلمت بوسائل ولا في سبب بيخليني أنا ذات أهاجم قبيلة. لكن بوصل لكم رسالة، ما في تاري جيبوا لي وينو الداجة ديل ما هو سلطنتهم أقدم سلطنة، ليه ما في داجاوي جاء نط في رقبتنا؟ الداجة ذاته مفروض يتكلموا عندهم حق ذاته يتكلموا ويقولوا هو يعني احنا سلطنتنا دي اقدم سلطنة هنا في المحل ده، ليه ما ردوا علينا؟ ما في زول داجاوي جاي يتكلم معنا،
كويس. فعندنا الناس صعاليك بتاعت عبد الواحد بيفكوهم وبيتفقوا مع الجنجويد بيجي بيقول له أدبه. فما تجي تقول لي البيت دي بتمثل ان في كميه بتاع الطير قاعد يعيدوا الكلام ده، وحسن كندا الوسير ده برضه قاعد يقول الكلام ده، ده كله شغاله بتاع الضعف. وانا عبد الواحد ده ذاته قلت في شخصه، انت لو راجل فيك طلقه واحد بس، فيك طلقه واحد يا ما فك ولا طلقه. وجاء وناس وكرر الكلام ده، الناس قاعدين هنا ديل يعني مرتزقه. ما تجي انت تعمل ايوب تقول لي الناس مني مرتزقه، ناس مني ما مرتزقه، ناس مني لو مرتزقه انت ذاتك مرتزق، انا بقول لهم مرتزقه انت ما تقول لهم، لانه هم قاعدين في ليبيا وفاتوا من ليبيا السودان، وانت حسي قاعد في ليبيا انت مرتزق، انت قاعد يديك خليفه حفتر فتات بتاعت قروش تكتل الليبيين عشان تاخذ منهم 5 جنيه، قاعد تصرف مرتب منين؟ في ناس ذاته خلوا الشغل فاتوا، دي حقيقتكم يا جماعه، انا قلت لكم النقط في الحروف، لكن ما في سبب قبل الكدي حنان دي حاجه مثل المساليد والزغاوه صح؟ خلاص انتوا قلنا لهم انتوا لو ما بلاكات مطره جايين من فوق كمان ورونا. في ناس ذنبهم شنو يسمعوا الكلام ده؟ ناس قاعدين في معسكرات النزوح واللجوء. نحن جينا هنا قدمنا لهم شنو؟ قدمنا لهم شنو يعني مثلا؟ بدل نقدم لهم خدمه نجي نتناقر بيناتنا نسوان على رجال، نحن لو رجال ونسوان صح صح ذكرانين ما كان قطار البحر الابيض المتوسط ولا جينا بالطيران هنا في البلد ده. ما في واحده تافهه زي دي والله تتركب بس، وبعدين ما في زول يجي ينط لي في رقبتي يقول لي قال آه كده ولا كده ولا بتاع، ما في كلام فارغ بس شكل ده. ما بنخليها، ما بنخليها نضغط عليكم لما تتكيف، ما نخليها كله كله، وانا بمثل نفسي وهي بتمثل نفسها، تضربنا بضربك. بعدك بوريك حجمك الطبيعي وبخدت لك النقط في الحروف، وبجي بربط طوال الاقليم، بربط الاقليم في المحل ده، وبقول للمره المليون دارفور انضمت قرحا للسودان، رجاله مرتين، الشمالين ده الرجاله ضموها، مسكوك من اضانك كده حشروك. انا انضميت باتفاقيه 1919 1922 1919 دي الاتفاقيه، بريطانيا حاضر، فرنسا حاضر، كل الدول دي كانوا حاضرين، اكثر من 3 ولا 4 دول موجود قاعد ياخدها في المتحف وبتاعه تفاصيله وورقه، هسي قاعد وانا ما بمثل الكلام ده، وذاك السلطان امشي نط في السلطان هناك، ده كلام فارغ ساكت يا زول. ما بنخلي الجنجويد يستلم الوطن على الاطلاق. ها في واحد من الشمال ولا من زفت الطين يجي ينط عليه يقول لي لا لا احنا والله ما دارنا البلد ينفصل، انت ما دار البلد ده ينفصل عاي. يا اخي ساعدني اقيف معي، طيب انت ما دار تقيف معي، ركبنا البرهان الشمالين جت نطوا في رقبتنا، كلامكم ده يا زول كتير كتير كتير، ونحن ما بنسكت على الكلام ده، الكلام ده كله ما يكتر بحركنا. بعدين انا ذاتي بعدين انت يعتبروني انا مجنون وبمثل نفسي بس. آه ناس الشجره بيسلموا عليكم قال بيمثل انا نفسي زي ما هي بتمثل نفسها، وبركب عليكم الدنيا نهار بس تقفل قدومها اوريدي. نحن بنسكت، انا الدور اللي فات انا ردمتها ما حبشتها حاجه كده بس، لانه الناس اتصلوا علينا بالخاص قالوا يا جماعه انتوا كده بتاع قطع الزلط ده نحن عندنا يا جماعه، هو يعني احنا ما سياسيين، احنا النشطاء هنا ده بنقطع زلط فيك لما تتكيف والله فيكون موجود وبناي تقيل ادب. ما انت هي تكلمت بلسانها صح، انا ذاتي بتكلم بلساني بركبها لك لما تتكيف، ما تقيل ادب يا زول. واحده صعلوقه شماشيه قاهره ضائره متزوجه الجنجويد راكب في حبوبتها وراكب فيها هي وراكب في امها ذاته، ما في جنجويد ده ما عنده دين، اتزوجتي كيف يا تو بياتو دين يعني مثلا بالدين المسيحي ولا بالبوذي ولا باليهودي ولا بالاسلامي، ديل كلهم الاربع ديان ديل الناس ديل بره منهم، ناس لا دين لهم ولا اخلاق لهم. ما في واحد جنجويتي راكب حبوبته وراكب امه هناك وراكبه هنا يجي يقل ادبه ويفتح قدومه هنا، انت جنجويتي راكبك ما تتكلم، الناس بموتوا في الوطن هناك يا زلمه، انت جنجويتي مغتصبك راكبك ما تتكلم، قفل قدومك لما تتحرر من الجنجويت بعدك. اقسم بالله العظيم لو مره شريفه جنجويت كتروا اهلي انا طوالي، كان مره شريفه تطلقوا جنجويتي طوالي، تقول لي يا زلمه شوف مره كبرتك وين يا زلمه، انا حالك بقتل اهلي، يا تتكلم في الفيسبوك يا انا برا منك. لكن ذاته سبحان الله الزواج بيت دين ما مقتنع ذاته بنفيس الحشرة المنتشرة دي ممسحة كمية ب5000 دولار ولا استرليني أنا ما أعرف. ما تقول لي هذا بك يا زول، نحن قسما بالله ما بنخلي أي واحد من الشباب يجي يدير يعني دير يجي يخش هنا. يعني إحنا أول حاجة دار أقول لكم حاجة يا شباب سيرتي كمية، أول حاجة تشوف جماعة بتاعة عبد الواحد ده أطلب منهم عادي ما دارينهم ذاته ما بيفهم معنا والله، خلوهم يا زول نهاية ذاته عليك الله، بس خلوني انا مع البنيه دي نوصل معاه في الحد ما في نهايه ذات. عندهم لو اي حاجه ينبطهم على الجنجويد يتراكبوا بتاع طريقتهم هناك غادي بالذات اثيوبيا ما تشتغلوا بهم ولا تخشوا مع الله، بس البنيه دي
في لايف دار تقول هذا ما طوالي جيبوا لي بس انا بركبها لكم هنا بركبها لكم هنا شفت الدنيا نحار لا حسن كندا جاي وانا اصبر لي بس جاي وده كله جاي كل شغل جاي له الزغاوة ذاته قبل كم يوم كده فار وكده قال لهم خلاص يا جماعة حدوا الليب حدوا الليب حدوا الليب البناية دي بتمثل نفسة ما بتمثلنا بتمثل نفسة حسي تاني قامت قلة أدب تاني يا جماعة احنا برضو نقوم لقلة أدبنا وشفت يا سلام سبحان الله أنا قال الأدب مرة واحد ولساني طويل الحشرة المنتشرة الدمورية من عشرة المرب ما مخترع بنفسه المجبس جسمه وجار يا جماعة شدة ما جبثت وشها زي ده شفت زي القرد زي ده حنان دي لو لاحظت لها زي القرد شفت القرد الصيني ذاته عنده عيون جبثت جسمه عشان دير تقنع الجنجويتي بأنه هي عربية الله يطلع ميتينك ذاته ها نركب لكم اوه يا حبيبنا الله يرضى عليك انا بكرر الكلام ده تاني تاني احنا ما دارفورين ولا عندنا علاقه بدارفور اقول تاريخ تخ ما عندنا ده الكلام ده لازم ما انت ترضى وما ترضى مش انت كدارفوري بس فوق من اضانك زيك وزي اي غنمايه ضموك للسودان 1916 ده تاريخ ما تزال انا انضميت طوعا ما كرهم 1922 انت وقت انضميت انا برا 6 سنوات كان تعب عليك كان تخليني برا ليه اخدت عليك تاخ يا جماعه ده الكلام ده فيه زعل ما صاليك وشماش وفق فيكم نصيب ايه يجي يقول لنا ادبنا هنا كويس وفي التواصل الاجتماعي واصلا هم ذاته ما قادرين يدق ولا شرطه مش طلقه شنو حجر ساكت ما قادر يفرقوا بقى جنجويتي راكب في حبوبتك يا اخي نزلوا يا خلال عقل نزلوا شويه يا اخي ذنبهم شنو الناس القادرين في معسكرات النزوه واللجوء اسمه افانتنا دي هنا اللي قاعدين نتكلم فيها ولا عفنك انت دي عشان نجي نرد عليك انت مثلا تطرش لنا وساختك وعفنك وباقي كريماتك هنا ده مجبز وشك ده زي الصيني ده تجي تكب لنا وساختك وعفنك والجنجويتي راكب حبوبتك وامك بدل تنزل الجنجويتي متزوجه جنجويتي ثاني مختصبك في السويد ولا في النرويج انا ما اعرف يا اخي احترم نفسك يا والله انا لساني صليت والله واللوطي اللي اسمه جايين كويتا كمان هو يا حبيبنا الله يرضى عليك ما تلبس الكاكي ده انت لوطي يا زول انت لوطي ما في لوطي يلبس الكاكي يا زول احنا يا زول تحياتنا شباب شكرا لكم ليه قدام المغرب جانا وهوي صلاه كوم والجغم كوم نركب لك يا زول نركب هاي الادب يا زول رساله وصلت كده يا زول ليش الحشره دي ها؟ واحد قال لي ايد المقطع قال لي ايد المقطع المقطع يا هدى شوفوا عشان تعرفوا الكلبه اللي ابن الكلبه دي بتدور الحد شوف كميه كيف انت ماكل حقيقه اذا ما في وايد 50 يوم ولا في حد ما في وايد 50 يوم ما في وايد 50 يوم الحرب في داخل دارفور اللي من 2003 متدور الحرب في داخل دارفور والحرب من 2003 احنا موجودين خرب نار عشان نصادر ترى احنا ما بنعترف بحاجه اسمها وايد 50 ولا 52 نكتم دار مساليد ده بنكتمه ما في حاجه اسمها دار مساليد انت اساسا ما عندك حاجه اسمها دار ما عندك اساسا انت تشادي انت في بلدك انت تشاديه قال الحقيقة سلطنة دار مساليد دار اندوكا كويس مدينة الجنينة دار اندوكا ترحب بكم سلطنة دار مساليد مدينة الجنينة كويس ترحب مدينة الجنينة دار اندوكا ترحب بكم سلطنة دار مساليد في ميتين ابو علي ايها الكلبة وسخة ولا شنو يا زول قال لي اوه يا جماعة هوي بمشي النفيس انا ذاتي بمشي النفيس انا ذاتي يعتبروني سكران يعتبروني انا مجنون كده انا ذاتي مجنون انا بكره ماشي المصح بس هي مجنونه صح انا ذاتي مجنون
اخر انت الله. طب شوف تنوم مع الجنجويت هناك. تحياتنا يا شباب، شكرا لكم ولي قدام، وتسلموا كثير، و طبعا الله يبدا في وجهكم ثقيل وكذا. تحياتنا، شكرا لكم ولي قدام. السلطان السوداني تاج الدين إسماعيل حاكم سلطنة المساليد سحق 3 حملات للجيش الفرنسي وقتل 22,000 جندي فرنسي. وسخرت الصحف الإنجليزية من هزائم فرنسا عام 1907 أمام السلطان تاج الدين الذي كان جيشه القليل العدد مسلح فقط بالرماح والفؤوس. فأرادت فرنسا رد اعتبارها فجهزت 40,000 جندي معظمهم مرتزقة جلدتهم من غرب إفريقيا مسلحين بالبنادق والمدافع بقيادة السفاح جان فيكانتشو الذي قتل آلافا في تشاد. وساروا إلى دارفور غرب السودان لقتال 7,100 مقاتل يقودهم السلطان تاج الدين مسلحين بالسيوف والرماح. فالتقى الجمعان في سهل دروتي ودارت معركة كرينديق الأولى عام 1910. وبالرغم من مقتل أغلب جيش المساليد بعدما مزقت أجسادهم المدافع لكن هزم الفرنسيين شر هزيمة وقتل قائد الحملة السفاح جان فيكانتشو. فكان وقع الهزيمة شديدا على الفرنسيين وتم إرسال 2,000 جندي فرنسي آخرين لدعم الحملة. وتم تعيين الجنرال الفرنسي هنري مول
لمواصلة القتال وحفظ ماء وجه الفرنسيين. ودارت معركة كريندينت الثانية في نفس العام، وانتهت المعركة بمقتل السلطان تاج الدين ومقتل كامل جيشه 7,000. وفشلت الحملة وفر أغلب الجنود المرتزقة بالجيش الفرنسي، وقتل قائدها الثاني الجنرال مول. ولما وصل نبأ مقتل السلطان تاج الدين إلى الرئيس الفرنسي أرمان فيلير، أمر بإيقاف زحف فرنسا باتجاه السودان، وقال: من الجيد أن هؤلاء القوم لا يعرفون كيفية استعمال البنادق والمدافع، وإلا لكانوا اليوم يتهددون حدودنا. وتقع سلطنة المساليت في دارفور غرب السودان بين حدود السودان وتشاد، وبالرغم من صغر مساحاتها إلا أنها كانت إحدى أغنى ممالك إفريقيا، وكان عدد الأبقار والجمال في السلطنة أضعاف تعداد سكانها من البشر. ما عندك تاريخ يا دول المكتب أبدا، ما عندك تاريخ، دول تاريخك شنو يا دول؟ ما عندك أي تاريخ، مش يا واطي أنت شخرة، مش يا ايه مش يا ايه عليه الطلاق وحرمنا، أنت مش يا دول جيب تاريخ يا دول عندك. طيب دقيقة، في نقطة مهمة جدا هنا، في نقطة مهمة جدا أنا فوتها هنا. طيب دقيقة، هنا في نقطة هنا كويس. يلا أين أين الخريطة دي؟ أين الخريطة؟ شايف الأرينجا؟ دار أرينجا شايفه؟ شايف دار أرينجا؟ أي ناس جبل مون كشف هذول، ده في نفس الخريطة. شايف الخريطة مكتوبة أين دار أرينجا هناك؟ شايفه؟ فوق ها؟ شايفين؟ دي الأسود، أسود بعرفهم ناس حركة العدل والمساواة. شايفينهم؟ شايفين أي زول يا جماعة؟ أوي أي إرنجا أرفع راسك فوق يا زول. وفي برضو باقي القبائل هنا برضو في بس الخريطة هنا كده يعني كويس؟ هذا الموضوع يا حنان أيها الكلب يا زول. في واحد طبعا قال كسل بيمثل نفسه فقط، وأنا ثبتت طوالي، بس أنا يعتبروني مجنون بمثل نفسي بس، ما بمثل يا زول. أنا إحنا قاعدين في الغرب هنا، شوف رأيك شنو عليك دينك، معارك زي دي، دارة زي دي، وأنا قاعد في فرنسا والفرنسيين ما بقبلوا كلام زي ده. بقول عليهم هنا ده، بقولها في حلقهم أي زول ده اللي يدوني طلقة ده، بقولها هنا ده تاريخ، بقولها في حلقهم أي زول ده ما فاضين يا زلمه. أنا هنا ما أشرف من ناسنا الماتوا. تحياتنا يا جماعة، شكرا لكم ولي قدام، تسلموا كثير يا أبطال. وخليت ترد أنا دير أقصص أسبوع كامل، بس أي فيديو بتاع حنان لقيته بس أدوني له، بس تركب عليك لما تتكيف ده بل، بس نشتغل لايف بتاع نشتغل لايف عام عمومي عام لكل الناس، شرق وغرب وجنوب وشمال، نجي نركب لك جيوك ويا حنان دوا حسن كندا الله اكبر، ركوب زي الركوب لايف ده برضه شيروك الطوة صلوا لهم هناك، يعني بعمل لايفين، لايف ممكن ساعة كده للناس عموما، ولايف للكلاب التابعين لكلاب عبد الواحد ديل، نركبهم لك لما نتكيفوا وما محتاجين لهم ولا فاضيين لهم، نرفق فيهم جد. تحياتنا، شكرا لكم ليه قدام. انا بمسي روحي بس زي مشي بتمسي روحي، انا بمسي روحي بس.